العمل اللي انا حاطنا اللي كاتبنا على الورق بس الفكره كان عمل وايد ضخم. يعني احنا بدينا يمكن 23 ورقه انا كاتب كسكريبت او كستوري بورد. فيومينا مرحله الديفلوبينج نزلنا 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 لين ما وصل ثلاث اوراق بعدين حتى ثلاث اوراق يوم رحت عرضتهم قالوا لي لا ما يستوي ها ورقتين. انا كنت يعني في البدايه كنت احس ليش زين شلوا عني الافكار وليش شلوا عني ها بس هم شايفين اشياء انا مو شايفها. انا توني بادي. الكاست كان وايد كبير. الكاست كان يعني تقريبا فوق ال 60 واحد. اني اتعامل مع هذيلا كلهم اني اطلع من لوكيشن واشيل هاي معاهم انها هالاشياء ما كانت ببالي. انا كان ببالي اني انا بروح اصور بس.